حامله وعضوه غرفه التجاره والصناعه والخدمات ورئيسه لجنه المنتسبين ومحاضره في العائله التسامح والسلم ورئيسه منظمه اناليتكو بالمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. شكرا لغرفه التجاره والصناعه والخدمات على هذه الندوه الوطنيه وما احوجنا من مثل هذه الندوات، وشكرا لاساتذه الاجله على مداخلتهم القيمه، وهنيئا للمكرمين. اذا قلنا الاستثمار او قلنا القضاء، فالقضاء له دور فعال في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه، وهو الذي يخلق ثقه للمستثمرين المواطنين او الاجانب. ولهذا اذا قلنا نجاح القضاء فنجاح الاستثمار في المغرب. ولهذا اقول ان الانسان او اي شخص اراد ان ينشئ شركه، وبالخصوص اتكلم على الشركه وتجربتي الخاصه، الشركه الصغيره او المتوسطه، فهو يلجا لجميع المسائل يهتم بها، مجال اللوجيستيك، مجال الدعم، مجال مقر، مجال اسم، ولكن لا يهتم بالجانب القانوني. والجانب القانوني هو سبب في نجاح الشركه، سواء كانت يعني مقاول ذاتي او متوسطه او صغيره. ولهذا فنحن نطلب كما قالت الاستاذه المشكوره عليها الاستاذه العزيزه علينا سهام بن مسعود، كما قالت نحن محتاجين الى قضاة، وبالخصوص ان يكون هناك مكتب قضاة متخصصين في مجال الاستثمار، في مجال المقاولات. كما عندنا كلمه معروفه، اذا اردت ان تتجه الى استثمار او تعمل شركه لابد من راس مال. ما معنى راس مال؟ نحن لا نفهم هذه الكلمه على حقيقتها. ليس المال انت يعني ان تاخذ المال، المال يمكن ان تقرض من الاهل، من الاصدقاء، من البنك، ولكن محتاجين الى راس المال، يعني محتاجين الراس، الراس يكون عامر الجانب القانوني. وشكرا. كما نطلب من مجلس الاستثمار ومن هيئه القضاة وكذلك من غرفه